السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا صلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولد من خلال راح نشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري، كذلك راح نشارك معكم اخر اخبار بطوله الشان وتصريحات مهمه جدا من طرف صامويل ايتو وكذلك رئيس الاتحاد الجزائري والافريقي لكره القدم اللي اعطونا ضمانات كبيره جدا. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها، فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. كبدايه خليني اشارك معكم اعزائي الكرام تصريحات صامويل ايتو الذي حل ضيفا هنا بالجزائر. صرح قائلا بخصوص مباراه الجزائر والكاميرون وما حدث بعدها من ضجه بين البلدين، قال كره القدم تبقى كره القدم وعلى العائله، يقصد ان الجزائر وكذلك الكاميرون كشعب هم عائله، قائلا انه على هذه العائله ان تبقى بعيده عما يحدث في مجال كره القدم. لا اريد الحديث عن فتح صفحه جديده بين الجزائر والكاميرون لاننا عائله واحده، ولا طالما كانت علاقتنا كذلك، ومشاكل تحدث حتى داخل العائله الواحده وعلينا تقبل ذلك، وهذا تاريخنا وعلينا تحمل مسؤوليه ذلك الامر. وصرح قائلا انا لا اخون اصدقائي ابدا، الجزائر وقفت إلى جانبنا خلال أزمة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وفي تلك الفترة وجدت الجزائر ورئيس الاتحاد الجزائري السابق لكرة القدم يعني شرف دي عمارة كان من أكبر الداعمين لدولة الكاميرون بها يحتضنوا كأس أمم إفريقيا في وقتها، بعدما أنه كان هنالك العديد من البلدان ما كانوش حابين يقيمون تلك البطولة في موعدها اللي أصر يعني صامويل إيتو على إقامته في موعدها المحدد. بزاف بلدان جاو كونتر، ولكن الجزائر كانت الدعم الأكبر، وهنا راه يقول باللي أنه أنا لا أخون أصدقائي واللي وقف معي ما نساهش، بل أنه راح نوقف معاه. وصرح قائلا من واجبي الآن أن أقف مع الجزائر ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يعني باه نقدم له الدعم في بطولة الشان للمحليين. وصرح قائلا كرة القدم وجدت للجمع بين الشعوب وليس للتفرقة، علي رد الجميل للجزائر لأنها وقفت إلى جانبنا عندما كنا لحاجة ماسة ليد المساعدة. نظرا لكل هذا فإن الكاميرون هي الأخرى تقف في صف الجزائر وتساندها لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2025 على أراضيها. بغض النظر عن التصريحات والضجة الكبيرة والمشاكل اللي صارت بين الجزائر والكاميرون في مجال كرة القدم، طبعا أعزائي الكرام نتكلم عن يعني المجال الرياضي وهذا هو تخصصي، مارغري أنه يعني كانت هنالك تجاوزات في المرة الماضية، ولكن ها هو صامويل إيتو يصالح الجمهور الجزائري بمثل هذه العبارات ويقول باللي أنه راح ندعم الجزائر في بطولة الشان هذه، وكذلك راح ندعم يعني الجزائر راح تحتضن كأس أمم أفريقيا سنة 2025 للمنتخبات الأولى. هذه النقطة جيدة، الجزائر بدأت يعني تحصد الأضواء بعد نجاحها في احتضان بطولة الشان، بدأت تبرهن، أولا برهنت للجميع في الميدان، وثانيا يعني راح تستقطب المصوتين للجزائر باه يحتضنوا كأس أمم أفريقيا سنة 2025. هذه النقطة عجبتني بزاف أعزائي الكرام، ونتمنى أنه صامويل إيتو يخدم بالهضرة تاعو ويدعم الجزائر، يعني باه يعني تفوز ببطاقة تنظيم كأس أمم أفريقيا سنة 2025. صرح قائلا بالنسبة للكوتش جمال بالماضي، قائلا جمال بالماضي هو الأفضل بيننا كأفارقة، إنه شخص رائع وطيب وأتمنى له كل الشجاعة في مهمته التي لن تكون سهلة بالنظر لتطلعات الجماهير الجزائرية الكبيرة والغير المحدودة، إنه مدرب جيد بشهادة الجميع، وهو بالنسبة لي قائد للجيل الجديد من المدربين الأفارقة الواعدين الذين عليهم إبراز قدراتهم للعالم والتأكيد على أننا نعمل جيدا أيضا في قارتنا إفريقيا. فما رايكم انتم في التصريحات اعزائي الكرام؟ يعني صامويل إيتو تجاه الكوتش جمال بالماضي. كذلك صرح قائلا نحن فخورون باجراء هذه البطوله في الجزائر لاننا جماهير شغوفه بكره القدم، هذا صحيح وهذا ما نريد القيام به، الاستقبال كان رائع جدا ونريد قضاء اجواء رائعه في الجزائر ليرى الجميع صوره جيده عن افريقيا من الخارج. تصريحات كانت في المستوى، وانتم خبرونا رايكم في صندوق التعليقات اعزائي الكرام، بغض النظر واش صرا مؤخرا، ولكن هذيك صفحه وطويناها، وكما قال وكما راني نقول انا لازم نفتحوا صفحه جديده، وماذا بينا يعني صراحه اننا نكسبوا يعني تصويت الكاميرون باه يصوتوا على الجزائر، اذا كان يتكلم الحقيقه اعزائي الكرام راح نشوف وراح ننتظر ونشوف، ولكن نتمنوا انه يعني الجزائر هي اللي تحتضن كاس امم افريقيا سنه 2025 لاننا برحلنا للجميع، نتمنوا انه هذه التصريحات تكون صادقه وخارجه من القلب.
بالنسبة ل يعني جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تطرق لموضوع انسحاب المنتخب المغربي من يعني بطولة الشار، وما هي العقوبات التي ستسلط على يعني هذين البلدين، واش راح يعاقبوا الجزائر ولا راح يعاقبوا المغرب. صرح لنا قائلا المكتب التنفيذي للكاف سيتخذ قرارات هامة، ورئيس الكاف تكلم عنها اليوم، الإجراءات أعلم أنها ستتخذ ولكن لا دراية لي بالتفاصيل. طبعا سيتم إحالة هذا الملف أعزائي الكرام حسب تصريحات يعني جهيد زفيزف إلى المجلس التأديبي. وكذلك صرح قائلا لمسنا انطباع جد رائع من الاتحادات الإفريقية بخصوص تنظيم في الشان، وهنالك تكامل بين مشروع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومشروع بالماضي. كذلك صرح قائلا يعني مشيرا إلى أن أنفانتينو يعني ما فهم والو في هذه البطولة، حيث صرح قائلا أقنعنا الكاف في الميدان، خضعنا إلى 6 أو 5 عمليات تفتيش برئاسة رئيس الكاف والخبراء والأمين العام منذ جويلية، والأمر كان إيجابيا على كل الخطوط. ما حدث وما يحدث معجزة بالنسبة لإفريقيا هو احتضان هذه البطولة، واللي أخذ الضوء كبير جدا أكبر من حجمها صراحة. الجزائر قيمت هذه البطولة وعطتها يعني حسب رأيي الشخصي ضوء كبير جدا، واللي تنافس بطولة كأس أمم إفريقيا للمنتخبات الأولى. كذلك صرح قائلا كما أكد لي المسؤولين الذين حضروا اللقاءات معنا يعني إعجاب إنفانتينو والبقية لم يبهرني، بحكم يعني أننا تعودنا على ذلك، ومثلا في المدرجات وجدنا عدد من الامور الايجابيه منها حضور الانصار اللي كان يعني كبير جدا. فانفانتينو كي شاف هذا الحضور الان تاع الانصار في بطوله يعني بحجم الشام انبهر، يعني حل فمه كيفاش يعني، ولا واحد كان ينتظر مثل هذه الارقام، ارقام قياسيه. لو كان قارنوا بطوله كاس امم افريقيا اللي صارت في الكاميرون وكاس امم افريقيا للمحليين اللي راه في الجزائر، صراحه كاين بزاف نقاط، الشان تاع الجزائر يتفوق على العديد من النسخ الخاصه بالقاره السمراء. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات؟ خبرونا رجاء ارائكم. بالنسبه لحفيظ الدراجي، حفيظ الدراجي مازال متمسك بالهضره تاعو اعزائي الكرام، وصرح قائلا انه تم منح المغرب تنظيم كان 2025 منذ مده في كواليس الكاف قبل تقديم الترشيحات ودراسه الملفات. يعني لحد الان مازال يقول مثل هذه التصريحات، ولكن رئيس الكاف موتسيبي صرح لنا بتصريحات مهمة جدا، وصرح قائلا أنا متأثر جدا مما رأيته في الجزائر، كل البلدان التي وضعت ملفات ترشح سيتم تقييمهم بكل شفافية، حتى أعضاء الكاف الذين يملكون قرار اختيار البلد المنظم لكان 2025. يعني الأعضاء الكاف الذين يملكون القرار واللي صوتوا للبلدان باه تنظم كأس أمم أفريقيا سنة 2025، قال لك راهم منباهرين يعني من هذا التنظيم، متأثرين بما وجدوه في الجزائر من ملاعب رائعة وتنظيم محكم. وصرح قائلا أستطيع أن أقول لكم أن كل ما يعني رأيناه هنا في الجزائر يجعلنا فخورين جدا بهذا البلد. الجزائر لديه القدرة والإرادة والقوة لتطوير كرة القدم، وأشكر رئيس الجمهورية على ما قدمه ويقدمه من أجل كرة القدم الإفريقية. حسب تصريحات باتريس موتسيبي، وحسب أيضا البلدان اللي راهم أيد الجزائر بعد هذا الافتتاح وهذه البطولة اللي كانت ناجحة ولحد الآن راه تمشى في الطريق الصحيح، يأكد لك باللي أنه كأس أمم أفريقيا إن شاء الله، أنا ما نعلمش الغيب، ولكن إن شاء الله راها في الجيب. أنا بالنسبة لي والعلم لله، إذا خدمت الكاف بشفافية كما راه يقول باتريس موتسيبي، ما كانش بلد حاليا ينافس الجزائر، مع كل احتراماتي لجميع البلدان الإفريقية اللي ترشحت، ولكن الجزائر من ناحية الجاهزية راها جاهزة مليار بالمية حسب رأيي الشخصي. والجزائر متحمسة لاحتضان كأس أمم أفريقيا سنة 2025، وطبعا مش بالكولسها يعني بالأرقام وكل شيء راه واجد عندنا في الميدان، ومازال راح يزيدوا ملاعب أخرى إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي والذي يتعلق برد الكاف حول البيان الخاص بالجامعة المغربية الذي يعني اشتكى بحفل افتتاح الجزائر الشان. صرحت الكاف قائلة وفقا لنظامه الأساسي ولوائحه ولوائح الفيفا، يجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الامتناع عن الانخراط في السياسة والبقاء على الحياد في الأمور ذات الطبيعة السياسية. أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ببعض البيانات السياسية الصادرة خلال حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا، وهذه التصريحات السياسية ليست خاصة بالكاف ولا تعكس وجهة نظر أو رأي الكاف كمنظمة محايدة سياسيا. سيجري الكاف تحقيقا لتحديد ما إذا كانت البيانات السياسية وأحداث حفل يعني توتال إنرجيز شان 2022 تنتهك النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالفيفا والكاف، وإلى أي مدى ستقدم تقرير النتائج التي توصلت إليها في الوقت المناسب. يعني رح يديروا تحليل هذاك الافتتاح
وراح يشوف واش كانت هنالك خروقات لسياسة الكاف والفيفا أم لا. أنا بالنسبة لي ما كانتش هنالك سياسات اخترقتها الجزائر، والعلم لله يعني كامل شفنا افتتاح الشان، وطبعا شفنا تصريحات حفيد نيلسون مانديلا، وهذيك التصريحات جات من عنده سبحان الله، وقالت لك الكاف مش حنا اللي درنا هذيك التصريحات ولا برمجناهم، السيد هو اللي نطق بمثل هذه التصريحات، وطبعا راح يخرج القرار من القدام ونشوفوا ماذا ستقرر الكاف. ولكن يعني الشيء المهم هو انه الكاف اكدت باللي انه انسحاب المغرب من بطولة الشان يعني سيؤديها إلى عقوبات، وسيتم إحالة الملف نتاعهم إلى المجلس التأديبي، مثل ما أيضا أكد لنا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.